يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في خطبة الحاجة ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا؟ نعم، وأخطر شيء على الإنسان شر النفس وسيئات العمل اللي هي المعاصي، وشر النفس بالهوى والشهوة المحرمة لأن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، ففيها شر. نعم.